السلام عليكم، سميتي خالد العسلي. مؤخرا سميتو جاو رجال الدارك، ولكن ديما سميتو حجزو ليا البي سي ديالي، البورتابل، الايباد، لي تخوا بورتابل ديالي والايباد. وعلى خلفيات انه شي واحد جوبونس شاك فيا بلي رانا هو شيطان تافرا، واحد لاباج ديال سميتو ديال سيتي الفيسبوك. المهم انا ماشي شيطان، ولا انا قريب سميتو، على قريب سميتو معظم ديال الناس اللي مكتوبين في هذاك ديك السيت ديك لاباج، ولا على قريب ما كنعرفهمش يعني. غير سميتو بلي واحد التوضيح بغيت انا نوضح للناس، حيت كاينين صاحبك سميتو قال لك اسيدي هنا في السطح، انا موجودين دابا في السطح، وقال لك اسيدي داو لينا مسائل من هنا، احنا السطح دابا ديجا. المهم ماشي هاك اللي طرا، كنت جالس انا وواحد الصديق ديالي، وجا عندنا لطف سميتو جوندارم، وسميتو قال لنا ديروا لاباج واش كتعرفوا الفيسبوك. قال لي داك الدري اخر اه كنعرفو، قال لي سميتو دير لاباج دارها. قال لي عرفتي شنو، جمع داكشي واجي معايا. هادشي من اللي طرا، ملي مشينا لا سميتو لابريكات تعاملنا معنا مزيان، زعما ما كاينش اللي قال لينا راه نتوما ولا نتوما مشغول شي، قال لنا راه غادي نحجزوا لكم الاجهزه حتى يدوز لهم هاد السيت، دوز لهم واحد التيست ونردو لكم. قلنا ماشي مشكل، غير واحد الحاجه تعطلوا حيت دابا انسولين هذيك، ولكن جو بونس البروسيدور ديال هادشي كياخذ داك التوقيت، جو بونس هضروا على بغيت نوضحو نسيت ما قلتها، اللي بغيت نوضحو راه ما كاين حتى شي شرطة علمية مع النسخات مع الدرك الملكي ديال تافرونس وداك الشيء ديك عاهد راه خاوية، راه ما نبغيهاش. لو فيد فيدي كيما قال لي واحد السيد شفت الفازا، لو فيد فيدي هو هذا، راه داك الشيء ما كاينش، والاعتقال تا هو راه ما كاينش، ما كاينش حتى شي اعتقال ما كاين. وفعلا الناس اللي مشاو شكاو راه داروا شكاية ضد مجهول، ما داروهاش ضد شخص معلوم، راه ضد مجهول هادشي اللي كاين.